طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال الإمام رحمه الله تعالى الإمام الآجري محمد بن حسين: باب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة. الإيمان بهذا واجب، ولا يسع المسلم العاقل أن يقول كيف ينزل، ولا يرد هذا إلى المعتزلة. وأما أهل الحق فيقولون الإيمان به واجب، الإيمان به واجب بلا كيف، لأن الأخبار قد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة. والذين نقلوا إلينا هذه الأخبار هم الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرام وعلم الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد. فكما قبل العلماء عنهم ذلك، كذلك قبلوا منهم هذه السنن، وقالوا من ردها فهو ضال خبيث، يحذرونه ويحذرون منه. هذه مقدمة مهمة جدا في إبطال التأويل. في إبطال إيش؟ التأويل، أو في إبطال قانون عند أهل البدع، وهو أن النصوص الشرعية لا يمكن بمجردها أن تكون حجة ومقبولة لإثبات العقائد، لأن العقائد يحتاج فيها إلى اليقين، إلى اليقينيات. وعندهم أن مجرد الأخبار المجردة ليس بالضرورة أنها تفيد اليقين، يعني بمعنى ظواهر النصوص لا تفيد اليقين إلا بشروط. وهذه الشروط منهم من غلا فيها جداً غلواً فاحشاً، حتى استنكره علماء أهل الكلام من الأشاعرة والماتوريدية، أنكروا على بعض أهل مذاهبهم الغلو في هذا. هل تريدون مثال؟ نعم لو سمحت. مثال: الرازي مثلا جعل أن ظواهر النصوص لا تفيد اليقين، وتبعه على هذا الإيجي وغيره، قالوا أن ظواهر النصوص لا تفيد العلم ولا تفيد اليقين إلا بعشرة شروط، وتجد هذا في المحصول ونهاية العقول، في كتب الأصول، في كتب الفلسفة التي كتبها وغيره. الذي أريد أن أذكر عليه مثال، أريد بس أن أمثل لكم كيف وصل الغلو بهؤلاء القوم لدرجة أن بعض الأشاعر الذين جاءوا بعد ذلك والماتريدية وغيرهم أنكروا، قالوا كلام فاضي وغير صحيح وردوه. طيب، لأنه غلا غلو عظيم. بس أنا أريد أعطيك يعني أبعد أو واحدة من الأمثلة البعيدة. حتى الرازي نفسه رحمه الله يعني تاب ورجع من هذا في آخر حياته. أنا لن أناقشك على العشرة أشياء التي قالها، والتي لا يمكن أصلاً، يعني شبه مستحيل أن تجتمع، يعني معناها إذا حطيت هذه العشرة أشياء مع بعض معناها ما في شيء نص يفيد أبداً الظاهر. بس من ضمن الأشياء اللي قالها، بس تتصور كيف يقول، أن من ضمن الشروط أنك في عقلك لا تكون مستحضراً، طيب، لمانع يمنع من قبول هذا. يعني بمعنى أن هذا الظاهر من هذا النص، العقل لا يستطيع أن يأتي بشيء عقلي يمنع من قبوله، لكن ممكن يكون في شيء يمنع من قبول هذا الظاهر. أنا ما أعرفه الحين، بس ممكن يكون فيه. يقول هذا في ذاته كفيل بأننا لا نقبل ظاهر النص. تخيلت مدى الغلو؟ يعني أصبحت عقولنا هي الحاكمة على النص الشرعي.
هذا فضلا عن أن يكون في عقلك يقوم مانع عقلي تظنه أنت مسلم عقلي وتظنه أنت حجة عقلية. هذا الطرد هذا أقصاه، بس أصل المسألة موجود عند أهل الكلام. مثلا يقول لك، تجي يقول لك الله سبحانه وتعالى ينزل، لا 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 ما يمكن. إيش معنى ينزل؟ يعني العرب لما تقال ما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، إيش فهموا من هذا؟ سمعوا أن الله ينزل السماء الدنيا في آخر الثلث الأخير من الليل، هكذا يفهم العربي كلام المخاطب، كلام واضح في غاية الوضوح. مثل ما العربي فهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا خمس صلوات في اليوم والليل، أو الإسلام بني على خمس، أو أن الزكاة مقدارها كذا، أو أن الصلاة عددها ركعاتها كذا، صح؟ كلام عربي واضح مفهوم. هم قالوا لا، هناك مانع عقلي يمنع قبول أن الله ينزل السماء الدنيا. طيب ما هو هذا المانع العقلي؟ فلذلك من أجل هذا المانع العقلي ردوا هذا النص، قالوا لأنه لو كان ينزل معناه يكون في مكان، وإذا كان في مكان معناه السماء تحيط به، واو إلى آخر هذه الأدلة العقلية. التي نقول هي كلها مبناها على إيش؟ على الكلمة التي بدأ جميلة جدا جدا لو تنتبهون إليها. بدأ الكلام قال بلا كيف، بلا كيف، لأن هذا الفهم أنه تحوزه السماوات أو أنه يخلو منه مكان أو مدري، هذا تخيل لكيفية نزوله، وهذا باطل، هذا ممتنع، ما حد يقول بها. هو ينزل كما ليس مثل، ليس نزوله مثل نزولنا. طيب ليش نقول ينزل؟ لأن الله عبر بهذا عن نفسه، والنبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه بهذا وعبر بهذا اللفظ، ما جئت به أنا من عندي. مفهوم إيش معنى النزول؟ لكن هذا النزول هل هو كنزول بني آدم بحيث إذا نزلت يصبح شيء فوقك شيء تحتك؟ لا، الله سبحانه وتعالى كبير وعظيم لا يقاس بخلق. يا أخي اعرف أن الله سبحانه وتعالى يعني عرشه كرسيه لا شيء مقارنة بعرشه، والأرض والسماوات وكل هالدنيا يونيفرس هذا اللي تشوفه كله من أول الآخر لا شيء مقارنة بالكرسي، كحلقة ألقيت في فلاة، والكرسي في العرش لا شيء، والعرش هو تحت ربنا سبحانه وتعالى ودونه، والله أعظم من ذلك. فكونك أنت تتخيل صفة معينة للنزول لأن أنت عقلك مريض، عقلك فيه التمثيل. ولذلك السلف رحمهم الله تعالى رووا هذه الأحاديث وقبلوها كما قبلوا الأخبار الأخرى، لأن إبطال دلالات ظواهر هذه النصوص أولا خلاف اللغة، ثانيا خلاف ما كان عليه السلف الصالح، رابعا ثالثا أن كل هذه التأويلات التي أتوا بها تأويلات باطلة. يعني مثلا يقول لك ينزل ربنا السماء، قال ينزل ملك من ملائكة ربنا، يا سلام، يعني هذا الملك الذي ينزل في آخر الثلث الليل الأخير هو اللي يقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يستغفرني فأغفر له، ومن يسألني فأعطيه. قالوا لا 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 بلاش ملك. طيب إيش معنى ينزل؟ قال تنزل رحمته، تنزل رحمته. طيب رحمته أصلا نازلة في كل وقت وفي كل مكان، وإيش معنى طيب وتصعد إذا جاء الفجر؟ يعني تنتهي رحمته، ما في رحمة خلاص. قال لك لا، هذه رحمة خاصة. إيش معنى كريم؟ منين أين في لغة العرب ينزل معناها رحمة خاصة غير الرحمة المفعول؟ يعني هذا التفصيل هذا كله إيش؟ تذكرون كلمتي اللي قلت لكم عن المعلم، تحس أنهم في ورطة يحتاجون يخرجوا منها فيبدأوا يألفوا أي شيء، هذا ضلال، هذا ضلال، نسأل الله السلامة والعافية. ثم بعد ذلك يعني كل ما مرت معنا مثلا نأتيكم ببعض الإيش النقاط المتعلقة بهذا المنهج الباطل، وهذه من القضايا المهمة جدا 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 لطالب العلم يتنبه لها. يقول الإمام أحمد رحمه الله
أنه ما أفسد الدين إلا شيئين، وهذا ما أفسد الدين ترى بالمناسبة في العقائد وفي الفقه، ما هي فرق. أكبر خطأ في نظري، أكبر خطأ في نظري وقع في تاريخ التشريع الإسلامي، ويعني ونحن غلط أن تغاضينا عنه، هو أننا فرقنا أو فرطنا في علم أصول الفقه. أصول الفقه هذا علم يعني ضوابطه هي للفقه الأعظم والأكبر والأصغر، هي للشريعة وللعقيدة. ولذلك تجد التناقض، تجد من كونه منهج منضبط في الفقه لكن منهج باطل وضال في العقيدة، ما طرد هذه الأصول. أصول صحيحة في الاستدلال، لذلك الواجب أن تكون أصول الفقه، علم أصول الفقه يوضع كالضوابط لعلم الاستدلال، لعلم فهم الأحكام الشرعية، سواء أحكام علمية أو أحكام عملية. وهذا يعني شيء من الذي أعتني به تدريسي حينما يعني نتكلم في أصول الفقه. وكنت قبل يعني فترة كذا أتأمل في فكرة محاضرة تتكلم عن سبب انتشار يعني مذاهب المبتدعة في العالم الإسلامي، سبب انتشار مذاهب أهل البدعة، ولا شك إن من أعظم أسبابها أنهم لهم عناية ببعض علوم الآلة التي أدخلوا فيها بدعهم وما انتبه إليها في بعض الأزمان، وبعض العلماء ما انتبهوا إلى خطورة هذا السم الذي دسوه في العسل. وهذا واضح جدا في كتابات في أصول الفقه على أيدي أناس من أهل الكلام وأهل البدع. على كل حال نرجع إلى كلام الإمام رحمه الله، بس يعني كلامه دقيق ترى، وعلى الزمن الذي عاش فيه هذا يعتبر تقرير جميل جدا ومهم. واستثمر شيخ الإسلام ابن تيمية لاحقا استثمار كبير جدا في قضية إبطال التأويل، وفي قضية طرد المذهب السلفي في الفقه وفي العقائد، وإبطال التفريق بين مسائل أصول الدين والفروع، باعتبار أن هذا إذا كان التفريق يقصد به أن هذه لها أدلة غير هذه، وهذه الطريقة الأصل أن كله دين واحد. نعم. ثم حدث بإسناده رحمه الله تعالى قال قدم علينا شريك واسط، شريك بن عبد الله، فقلنا له إن عندنا قوما ينكرون هذه الأحاديث إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا. فقال شريك إنما جاءنا بهذه الأحاديث من جاءنا بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة والصيام والزكاة والحج، وإنما عرفنا الله عز وجل بهذه الأحاديث. شوف منهج مضطرد شريك، يعني قبل هذا الزمان بزمان طويل، ومن يعني أتباع التابعين أو من التابعين إن شئت من صغارهم. قال الشافعي رحمه الله تعالى وليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعها بفرض من الله عز وجل، والمسألة كيف في شيء قد ثبتت فيه السنة ما لا يسع عالما والله أعلم. وعن أحمد ينزل الله ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، أليس تقول بهذه الأحاديث ويراه أهل الجنة يعني ربهم عز وجل، ولا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، واشتكت النار إلى ربها حتى وضع فيها قدمه، أن موسى لطم ملك الموت. قال أحمد كل هذا صحيح. قال إسحاق وهذا صحيح ولا يدفعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. وعن مالك بن أنس يقول إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر من بعده سننا، يعني الصحابة، الأخذ بها اتباع لكتاب الله عز وجل واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله تعالى، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد ومستنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. قال محمد بن الحسين وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
قد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة كثيرة بسنن ثابتة عند أهل العلم. فإن قال قائل: من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل: رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أبو سعيد الخدري كذلك، ورواه عبد الله بن مسعود، ورواه عثمان بن أبي العاص، ورواه عبارة بن الصامت ورفاعة الجهني، ورواه جبير بن مطعم، كل كذلك، كل هؤلاء رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وغيرهم بمعنى وسنذكر ذلك عنهم بالأسانيد الصحيحة التي لا يدفعها العلماء. ثم ساق بإسناده قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة من السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. ثم ساق بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثله. ثم ساق بإسناده أيضا عن أبي هريرة من طريق أبي سلمة بمثله، لكن في زيادة: حتى يطلع الفجر. فبذلك كانوا يستحبون آخر الليل، يعني يستحبون إيش؟ هذه مدرجة، يعني يستحبون الصلاة فيه والاستغفار. نعم. وعن أبي هريرة ثم ساق بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه، فبذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله. طيب. ثم ساق بإسناده أيضا عن أبي هريرة إن الله عز وجل يمهل حتى إذا كان شطر الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فقال: هم مستغفر فيغفر له، هل من داع فيستجيب له، هل من تائب فأتوب عليه، حتى ينفجر الفجر. وساق بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثله. ثم ساق بإسناده أيضا عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يمهل حتى إذا كان ثلث الليل، فيقول: هل من سائل، هل من تائب، هل من مستغفر، من مذنب؟ قال له رجل: حتى يطلع الفجر. قال: نعم، يعني يطلع يؤذن الفجر. ونقول يعني أن هذا فيه معنى عظيم، وهو نزول الله عز وجل، هذا النزول الذي يليق بجلاله وقربه من عباده، بس من أجل أن يقبلك إذا تبت إليه، مع أنك مذنب، مع أنك عصيته في النهار أو عصيته في أول الليل وعصيته قبل ذلك، ومع ذلك يقبل عليك ويدعوك. إن استحضار هذا المعنى العظيم هو نزول الله بجلاله وعظمته. الواجب أن يقيم في النفوس تعظيم الله والوقوف على لطف الله وكونه يعني ودود، لطيف، قريب، رحيم، يبين لك مدى حب الله وحرصه وحفاوته بك وحرصه عليك. هذا بخلاف من لا يعتقد نزوله ولا يقول بنزول الله، ولا ما تقع هذه المعاني في نفسه أصلا، ولا يقوم هذا المعنى العظيم في قلبك حينما كذا تقوم قبل الفجر بنص ساعة ولا ربع ساعة، خاصة في مثل هذه الأيام، وتصلي لك ركعتين وتعرف أن الله عز وجل هناك ينتظرك وينظر إليك. تخيل كم مرة، كم ليلة يفعل الله هذا؟ كل ليلة، ليست مرة في السنة ولا مرتين ولا في رمضان، كل ليلة يفعل هذا. كم مرة نزل ربنا ووجدك نائم، ووجدك ساهي، ووجدك تلعب، أعرف امرأة صالحة كنت أتعجب من أمرها وهي قريبة لي، كانت تقوم الليل طوال الشهر
طيب؟ فسألت ابنتها: أمك هذه ما تحيض؟ ألا يأتيها الحيض؟ أو انقطع حيضها؟ الناس سألتني مرة عن مسائل في الحيض، هل تقوم الليل كله؟ كيف؟ فقالت اسألها. فسألتها، قلت لها: ما شاء الله تقومين الليل كل ليلة، كيف؟ طيب وإذا ما عليك صلاة؟ قالت: يا ولدي إني لأستحي أن ينزل الله إلى السماء الدنيا وأنا نائمة، أخجل، ما أستطيع، ما يجيني نوم، حتى لو ما وضعت المنبه أقوم أستحي. وتجلس ساعة أو ساعتين تستغفر وتسبح وتدعو، تقول: يا وليد النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هل من مصلي، هل من أحد يصلي، قال هل من سائل، هل من مستغفر، والمستغفرين بالأسحار. أنا أقول هذا حتى ندرك أن يعني أن مسائل الاعتقاد ليست مسائل جدلية كلامية كما يجرنا إليها أهل البدع، لا، بل هي مسائل عظيمة تقوم في القلب لتورث في القلب خشوع، وتورث في القلب انكسار، وتورد على القلب أسباب المحبة والتعلق بالله، فتفضي بالعبد إلى طلب أسباب النجاة ومرضاة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ثم ساق بإسناده رحمه الله تعالى قال: حدثنا رفاعة بن عرابة الجهني قال: صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني أعطيه، من ذا الذي يدعوني أستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الصبح. ثم ساق بإسناده عن رفاعة رضي الله عنه بنحوه أو بمثله، ثم ساق بإسناده عن رفاعة واللفظ لابن المبارك قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكدي أو قال بقدي جعل رجال منا يستأذنون على أهليهم فيأذن لهم، فحمد الله عز وجل وقال خيرا، وقال: إذا مضى نصف الليل أو قال ثلثه ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، حتى ينفجر الصبح. ثم حدث بإسناده عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يفتح أبواب السماء ثلث الليل الباقي، ثم يهبط إلى السماء الدنيا، ثم يبسط يده. وقال علي بن المنذر: يده ألا عبد يسألني، عفوا، ثم يبسط يديه. وقال علي بن المنذر: يده، طيب، ألا عبد يسألني أعطيه؟ قال: فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. يعني يصير فيه هنا وهم من الراوي أو شك من الراوي، يديه ولا يده، وهما بمعنى واحد، لأن اليد الإفراد يطلق ويقصد به العدد اللي هو أكثر من الواحد. ثم ساق بإسناده أيضا، وهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل، أظنه من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق بإسناده عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ثم ساق بإسناده عن نافع بن جبير عن أبيه يعني جبير بن مطعم قال: ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطي سؤاله، هل من مستغفر فأغفر له. ثم ساق بإسناده أيضا عن جبير
ثم ساق الإسناد عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حيث يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له؟ ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له؟ ألا مقتر عليه رزقه يدعوني فأرزقه؟ ألا مظلوم يدعوني فأنصره؟ ألا عان يدعوني فأفك عنه؟ قال: فيكون كذلك حتى يصبح الصبح. ثم ساق بإسناد عن عبد الرحمن البيلماني قال: ما من ليلة إلا ينزل ربكم عز وجل إلى السماء، فما من سماء إلا فيها كرسي، فإذا نزل السماء خر أهلها سجدا حتى يرجع في ذات السماء الدنيا أطت وترعدت من خشية الله، وهو باسط يديه يقول: يا عبادي من يدعوني أجب، من يتب إلي أتب عليه، من يستغفرني أغفر له، من يسألني أعطه، ومن يقرض غير معدم ولا ظلوم، من يقرض غير معدم ولا ظلوم، أو كما قال. قال محمد بن الحسين: فيما ذكرته كفاية لمن أخذه بالسنن وتلقاها بأحسن قبول، لم يعارضها بكيف ولما واتبع ولم يبتدع. أيوة الله. قال عن ابن شهاب قال: بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون: الاعتصام بالسنن نجاة. وقال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي والثوري ومالك والليث وعن الأحاديث التي فيها الصفات، فكلهم قال: أمروها كما جاءت بلا تفسير. يعني إيش تفسير؟ يعني لا تفسر بهذه التفسيرات التي يعرفها الناس، وهي الكيفيات التي يذكرها، فيقول لك مثلا اليد هي الأصابع والكذا، والتفسير الرحمة هي الرقة، ليست هذه تفاسير، إنما هي الرحمة الصفة المعنوية المعروفة والتي يعرفها الإنسان بداهة. مثلا ينزل بمعنى ينزل، في داية تقعد تفسر تقول ينزل كذا، شكله كذا، أو طريقته كذا، أو بصفة كذا، أو ينزل بحركة بدون حركة، ما أدري إيش، كل هذا كلام فاضي، كل هذا كلام باطل، واضح؟ هذه التفسيرات غير مقبولة. وإنما طيب واحد يقول لي: ليش أنت قاعد تتأول كلام العلماء؟ قل: لأنه قالوا على ظاهرها والمعنى المتبادر منها، مو بالمعنى البعيد المتأول. كيف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحوادث كلها، في أسفاري وحضري وسفري، مع الذي يعرفهم والذين لا يعرفهم، والذين أتوه مرة والذين صاحبوه طول حياتهم، كل هؤلاء يكلمهم ويخبرهم أن الله ينزل السماء الدنيا؟ إذا كان الله لا، إذا كان حرام أن تعتقد أن الله ينزل من السماء إلى السماء الدنيا، وأن النزول لا يرد على الله عز وجل، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يصفه بذلك؟ ولا في مرة واحدة يقول: ترى لا تفهم، لأن هذه هو العرب سيفهمون هذا. ما هي مرة واحدة قال لهم: لا تفهم ترى منها النزول، ترى ما يقصد به النزول، الله ما ينزل السماء الدنيا. ما هي مرة واحدة قال لهم: ترى في الثلث الأخير من الليل ترى يعني ربكم ما ينزل لكن رحمته تنزل. صار الرحمة شيء معنى، إيش معنى تنزل؟ كأنه الرحمة شيء غير الله، لا إذا قصد بها ثوابه. كل هذا من التأويلات الباطلة التي ليس لها أصل لا في لغة العرب، ولا ليس لها أصل في فهم، في طريقة الخطاب. هذا ليست طريقة هداية، ليست طريقة إلغاز، طريقة تحيير، وليس هكذا ربنا عز وجل. قال: باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم على صورته بلا كيف. قال: إذا ضرب أحدكم، حدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. قال: ثم عن أبي هريرة قال: لا تقبح الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. قال: إذا ضربتم فاجتنب الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. لا تقل قبح الله وجهك، ولا وجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. لا تقبح الوجه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن عز وجل. قال محمد بن الحسين: هذه من السنن التي يجب على المسلمين الإيمان بها، ولا يقال كيف ولما، بل لم تستقبل بالتسليم والتصديق، بل تستقبل بالتسليم والتصديق وترك النظر، كما قال من تقدم من أئمة المسلمين. سألت أبا عبد الله بن أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والإسراء والرؤية وقمة العرش، فصححها وقال: قد تلقاها العلماء بالقبول،
تسلم الأخبار كما جاءت. وقال المروذي: وأرسل أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة إلى أبي عبد الله يعني أحمد يستأذنانه في أن يحدث بهذه الأحاديث التي تردها الجهمية، فقال أبو عبد الله: حدثوا بها، فقد تلقاها العلماء بالقبول. وقال أبو عبد الله: تسلم الأخبار كما جاءت. طيب، كيف يوفق هذا وبين أن الإمام مالك رحمه الله كان ينهى عن التحديث بحديث الصورة هذا بخصوصه، وأنه لا يحدث به الناس؟ الإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد لا يختلفان في رواية الحديث، لأن هذا الحديث ثبت وروي ليس عن أبي هريرة فقط، بل عن جمع كبير من الصحابة، أو عن وتلقاته الأمة بالقبول، وروايته في البخاري ومسلم والمسانيد والسنن وغيرها. فحينئذ نقول أن هذا ورد عن غير، ليس بضرر عن هذا كبير من الصحابة، لكن عن أبي هريرة وغيره، ولو كان أبي هريرة فقط لكفى. المقصود أن الإمام مالك رحمه الله أراد بذلك فقه معرفة الحال، يعني مثل هذا الحديث لو تحدث به في المسجد قد يحصل فيه ارتباك للناس، لأن الناس ما تربت لا على لغة ولا على وانتشرت فيهم البدع، وقد يحصل فيه من التشبيه، لا سيما الذين يعيشون في أجواء تخالط فيها غير المسلمين ويكثر فيها تشبيه الله بخلقه إلى آخره. فمثل هذا يكون الإنسان يعني حكيم في من يحدث وبماذا يحدث، وإلا فإن الإمام البخاري ذكره في صحيحه، والأئمة ذكرهم في كتبهم وعقدوا له أبواب إلى آخره، وهو حديث مشهور جدا يعني. طيب، بعض أهل العلم أنكر هذا الحديث ونفاه، بل تهور ابن الجوزي رحمه الله في إنكاره، يعني إنكارا شديدا، بل ومن تهوره في هذا، وأنا أعني هذه الكلمة، أنه ادعى فيه ما ليس منه، فأدخل فيه ما يعني كذبا ليس يعني فيه شيء ليس منه، وهو أنه قال، هو وغيره قال: إن الله خلق آدم على صورته، قالوا على صورة المضروب، يعني واحد يضرب واحد. طيب، يضرب واحد، فقال له: لا تقبح يعني الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، يعني خلق آدم على صورة هذا الرجل الذي تضربه أنت. واضح؟ لا يا شيخ مش واضح. أنا كنت عندي سؤال في هذا، أنا أقول لك إيش يقولونهم. نعم، تفضل. قال، هو يقول لك أن هذا الحديث له قصة، وأن النبي مر برجل يضرب عبده أو يضرب شخص ويضربه على وجهه، فقال له النبي: لا تضرب، لا تضرب الوجه أو لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة هذا الرجل الذي تضربه. واضح؟ قال هكذا يفهم الحديث، وأنه ليس دخل بالله، ليس على صورة الله. معي؟ طبعا أول شيء هذا من تأليف ابن الجوزي، إنه مر على رجل وكان يضرب واحد كما قال العلماء. قال: لا يوجد في كتب السنة أي خبر أو أي شيء يدل على أن هناك قصة حصلت، أو أن هناك شخص كان يضرب شخص أو يضرب عبده أو يضرب شيء أحد أو كذا، يقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. ما في أي دليل على هذا. هذا واحد. اثنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، وهذا الفهم لهذا النص يدل على عجمة، بمعنى إن الله خلق آدم على صورته، يعني صورة المضروب. طيب، سؤال: من الذي خلق على صورة الآخر؟ يعني أنت الآن تقول أبو أيوب، والله يا أبو أيوب أنت تشبه أيوب، هل هذا كلام يعني تقوله العرب؟ لا، العكس، أيوب هو اللي يشبهك، يعني المفروض إذا كان صحيح ما يقول كان يقول: فإن الله خلقه على صورة آدم، ما يقول خلق آدم على صورته. واضح؟ طيب، يقول: قالوا لا. أشهر تأويل للحديث هو التالي، وقال به بعض المنتسبين من أهل السنة، قالوا، ومنهم ابن خزيمة وغيره، قالوا: إن الله خلق آدم على صورته، تأولوا هذا فقالوا: خلقه على صورته التي كان عليها، يعني بمعنى أن الله صور آدم، صور روحه، جعل لروحه صورة وشكل،
ثم خلق آدم على صورته التي قدرها وأرادها ربنا. واضح؟ معي؟ نعم شيخنا، نعم جزاك الله خير. قالوا هذا هو المراد. الإمام أحمد رحمه الله قال إيش هذا؟ إيش هذا؟ هذا يبين لك لما قلت لك سابق، أهل التأويل عايشين في ورطة، يبغوا يطلعوا منها بأي طريقة. طيب ما يعني، ولذلك يطلعوا في مصيبة المصيبة ذا. طيب سؤال، خلقه على صورته التي كان عليه. أنا عندي سؤال، إيش فائدة هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ أي شيء تفهمون؟ يقول لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته التي قدره لها. هذه جملة تعليلية، لا تضرب الوجه. ليش؟ لأن الله خلق آدم على صورته. تقول له على صورته يعني على صورته، يعني على صورته التي قدره. طيب كيف هذا يكون تفسير لهذا؟ ذكر الله قال إيش هذا؟ لا هذا كلام لا يقوله حتى الأعجمي الذي لا يفهم العربية، وذلك هم يأخذون قطعة كذا من الحديث وتصير مصيبة عندهم من يتأولونها، لكن ما ينظرون إلى الحديث جملة والسياق. الإمام أحمد قال كلمة أيضا جميلة جدا أريدكم تعرفوها، قال هذا تفسير الجهمية، يعني بمعنى أنه ما سبق بهذا القول أحد من أئمة السلف ولا عرف عن العلماء. الذي ابتدأ هذا التأويل هم الجهمية النفات. والجهمية على فكرة نفيهم لحديث الصورة وابتداءنا في حديث الصورة مو عشان والله تنزيه وما تنزيه، لا، هو نفيهم لأن الله عز وجل عندهم وجود مطلق، وإذا ثبت أنه صورة معناه أنه قائم بنفسه سبحانه وتعالى ووجوده حقيقي، وهذا يبطل ما هم عليه. الصورة هي الهيئة، الصورة هي الهيئة، وكل شيء موجود له هيئة وله صورة، والصور تختلف، ليست صورتك كصورة الآلة، ليس كصورة الدابة، ليس كصورة الحيوان، ليست كصورة الجن، ليست كصورة الملائكة، ليست كصورة الكواكب، ليست كل شيء خلقه الله له صورة، وكل شيء قائم موجود له صورة، وهذه الصور تتفاوت، والله عز وجل صورته وهيئته كاملة لا نعرف كيف هي، والصورة في ذاتها ثابتة من غير هذا الحديث أيضا. فيأتيهم الله على صورته التي لا يعرفون أو غير التي يعرفون، في البخاري في حديث القيامة. طيب إيش معنى خلق آدم على صورته؟ أليس هذا التمثيل؟ لا، أولا إن هنا قوله على صورته جاء في رواية ابن خزيمة بإسناد صحيح، يعني على صورة وجه الرحمن، على صورة وجه الرحمن، فإن الله عز وجل أكرم آدم وجعل وجهه موصوف بأعز وأكمل الصفات، كما أن وجه الله مذوي وموصوف بأعظم وأجل الصفات، فالله عز وجل وجهه كريم، والوجه الإنسان أكرم ما فيه، والله عز وجل وجهه يقبل بوجهه، وآدم وبني آدم إذا أقبلوا على الإنسان أقبلوا عليه بقفاه، لا، جعلهم الله يقبلون بوجوههم. الحين تشوف بعض الحيوانات خلقها الله إذا جت تقبل على بعض أقبلوا دبر على دبر من وراء، كل واحد ديل في ديل، تجده في الأسماك ما جعلنا الله هكذا، جعلنا الله سبحانه وتعالى نقبل على بعض بوجوه. جعل الله لنا في وجوهنا السمع والبصر، والله عز وجل وجهه مذوي بالسمع والبصر سبحانه وتعالى. فهذا معنى خلق آدم، يعني الصورة الكلية العام، ليس معناه أن وجهه مدور ولا عينيه فوق ولا أعوذ بالله، هذا تشبيه، هذا تمثيل، ما تدل النصوص على هذا.
نحن نؤمن بأن الله وجهه أكرم ما يكون، وعلى وهو الذي يكشفه لعباده اللي يتأملوه ويروه في في يعني في الجنة، وهو من أعظم النعم. فالمقصود بالصورة هي هذا، وليست أيضا صورة الجسد، ليس المقصود به يعني أنه يد صورة يده وصورة جسمه وبدنه ورجل، لا. ليش نقول لا؟ لأن الحديث متعلق بإيش؟ بالوجه، الذي قال لا تقبح الوجه لا تضرب الوجه. سؤال، هل يجوز تضرب الظهر؟ هل يجوز تضرب الرجل؟ هل يجوز تضرب اليد؟ تضرب الصدر؟ نعم. وتقبح الله يديك؟ نعم، لأن ما خلقت على صورة الرحمن. لكن الوجه يختلف، أكرمه الله وجعله بهذه الصفة، وهذا من إكرام الله لبني آدم. هؤلاء اللي يكون نفسه مريض سبحان الله ما يعاد يستشعر قيمة هذه الأحاديث، يصير يتكهرب كذا ويتفاعل معه. وأنا ما عندي مانع إن الإنسان يكون عنده نوع من التنزيه، بس نحن نقول إن هذا أنا حينما أسمع هذا حقيقة أعلم مدى إكرام الله لي، ومدى تشريف الله لبني آدم، ومدى إعظام الله لنا وإكرامه لنا. والإنسان يخر لله ساجد شاكر بهذا. فهذا المقصود مثل هذا الحديث. وشيخ الإسلام رحمه الله له كلام بديع وجميل وطويل جدا في هذا الحديث في كتابه الرد على الجهمية، وفيه تأصيلات رائعة يمكن رد عليهم من وجوه كثيرة فوق 20 إذا ما نسي، وجاب كل كلام هؤلاء المبتدعة في هذا الباب وتأويلاتهم ورد عليها واحدا واحدا. فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. نعم يا أبوي، أرجو الكل اتضح الآن ما يكون فيه إشكال. نعم نعم، جزاك الله خير شيخ. أنا كان سؤالي كان إيش أدلة وجوب الأدلة هذه يعني، بس واضح الآن، جزاك الله خير. معلش يا شيخ استأذنك أيضا صلاة العشاء يعني. طيب إن شاء الله، جزاك الله خير. نعم، نقرأ من كتاب الصحابة لو خمس دقائق يكفيش، إلا إذا أحد عنده سؤال. واضح يا أخواني وأخواتي؟ Is it clear؟ جزاك الله خير شيخ، يعني سبحان الله، يعني this is one beautiful reflection is that يعني the reminder of that it's just making dua, just waking up to make dua, it doesn't necessarily mean to get up and make salah and all that. يعني يعني سبحان الله ينشرح القلب أن يضيع أو يعمل شيء يعني في هذا الأمر يعني. صحيح. بسم الله. Okay. I thought we're gonna have more fight than this. طيب. Yeah, people are holding back because they want to pray مغرب soon. يلا بس نتوقف على ال. قراءة ولا نقرأ بس خمس دقائق؟ وليد عندي لك اقتراح. نعم شيخ الحبيب. كنت تتكلم عن بروجكت. اقتراحي في البروجكت أن نحن أثناء القراءة إذا مر معنا أثر جميل ولطيف يعني وكذا فيه معنى بديع we highlighted. طيب ثم نخرج حاجة اسمها gems from gems، مو باختصار gems from كتاب الشريعة الأجري. طيب وتصير في معاني كذا إيمانية ومعاني تربوية ومعاني عقدية وأصول من أصول، هذا واحد. أيضا ممكن نحن نحط بعض الملاحظات على الكتاب، يعني ميزات وسلبيات. يعني مر معنا مثلا من الملاحظات على الكتاب أنه ما جاب الرد على الجهمية في باب القدر، إنما ركز فقط على القدرية. الملاحظة ينبغي ينتبه لها، مهم ملاحظات الإكثار من بعض الأحاديث التي يكون فيها ضعف شديد، ثم نبين ليش مثل هذا الكتيب كذا كانوا يعني فوائد من قراءة كتاب الشريعة للآجري، تعطي كذا نبذ وندعمه بعدد من المرويات عن السلف وأثار السلف في هذا الباب، في كل باب كذا لطيفة من اللطافة. كل ما مر علينا واحدة احنا كلنا نصوت نقول والله this is a very good one to be out. We identify it وتخرج للناس.
قد يكون هذا شيء جميل يخرج مثلا في الأخير 50-60 صفحة فيها من أجمل نقولات السلف أو الأصول العقدية اللي تكلم عنها أو التأصيلات العلمية التي ذكرها رحمه الله تعالى. هذا شيخ اقتراح ممتاز، نظرته في الأصول، في هناك كتاب أصول أهل السنة والجماعة، وطلعت على قسم العقيدة هناك ولم أجد ما ذكرته يعني حضرتك يعني في هذا الكلاس. If we can document it, that's something that I've been really wanting to do. الأصول، ونعم أيضا مع الجيمز. طيب العربي ولا بالإنجليزي ولا الاثنين؟ الاثنين. I think the English people, English speaking people, don't never get access to something like this. So it would be nice to give them some gems from this book. Yeah, I agree. I think actually it's more relevant in the English, especially with all the fitan that's happening, with all these ideologies reviving. We can identify some of these beautiful like statements, like مثلا إن هذه النصوص رواها الصحابة، كلمة شريك كلمة جميلة جدا، أصل من أصول أهل الإسلام في الاستدلال. طيب I just want to read ولو page واحدة بس من كتاب. طيب أثر رجعي أم بداية يعني من الآن وصاعدا من الآن بعدين. طيب أوكي أوكي. عن أبي أيوب، قال أبو أيوب الأنصاري، هذا الصحابي الجليل يدعى خالد بن زيد بن كليب من بني النجار، كنيته أبو أيوب وهو من نسبته إلى الأنصار، وما منا معشر المسلمين لا يعرف أبا أيوب الأنصاري، فقد رفعه الله في الخافقين، فقد رفع الله في الخافقين ذكره أعلى في الأنام قدره، حيث اختار بيته من دون بيوت المسلمين جميعا لينزل فيه النبي الكريم لما حل في المدينة مهاجرا، وحسبه بذلك فخرا، ولنزول الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت أيوب قصة يحلو تردادها ويلذ تكرارها، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغ المدينة تلقته أفئدته أهلها بأكرم ما تلقى به وافد، وتطلعت إليه عيونهم تبثه شوق الحبيب إلى حبيبه، وفتح لهم قلوبهم ليحل منهم في السويداء. يعني إيش السويداء؟ يعني في in the bottom of their hearts. وأسرعوا له أو أشرعوا له الأبواب بيوتهم لينزل فيها أعز منزل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى في قباء من ضواحي المدينة أياما أربعة، بنى خلال مسجده الذي هو أول مسجد أسس على التقوى، ثم خرج منها راكبا ناقته، فوقف سادات يثرب في طريقها، كل يريد أن يظفر بشرف نزول الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، وكانوا يعترضون الناقة سيدا إثر سيد، ويقولون أقم عندنا يا رسول الله في العدد والعدد والمنعة، فيقول لهم دعوها فإنها مأمورة، وتظل الناقة تمضي إلى غايتها تتبعها العيون وتحف بها القلوب، فإذا جازت منزلا حزن أهله وأصابهم اليأس، بينما يشرق الأمل في نفوس من يليهم، وما زالت الناقة على حالها هذه، والناس يمضون في أثر في إثرها، وهم يتلهفون شوقا لمعرفة السعيد المحظوظ، حتى بلغت ساحة خلاء أمام بيت أبي أيوب وبركت فيه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزل عنها، فما لبثت أن وثبت وانطلقت تمشي، والرسول صلى الله عليه وسلم مريخ لها زمامها، يعني إيش؟ أرخى. ثم ما لبثت أن عادت أدراجها وبركت في مبركها الأول، عند ذلك غمرت الفرحة فؤاد أبي أيوب الأنصاري، وبادر الرسول صلى الله عليه وسلم يرحب به، وحمل متاعه بين يديه كأنه يحمل كنوز الدنيا كلها، ومضى به إلى بيته. كان منزل أبي أيوب يتألف من طبقة فوقها علية، فأخلى العلية من متاعه ومتاع أهله لينزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم آثر عليها الطبقة السفلى، فامتثل أبو أيوب لأمره وأنزله حيث أحب، يعني not the ups. It's like a loft, you know. ولما أقبل الليل وأوى رسول صلى الله عليه وسلم إلى فراشه، صعد أبو أيوب زوجته إلى العليا، وما إن أغلق عليهما باهوهما حتى التفت أبو أيوب إلى زوجته وقال: ويحك، ماذا صنعنا؟ أيكون الرسول صلى الله عليه وسلم أسفل ونحن أعلى منه؟ أنمشي فوق رسول الله؟ أنصير بين النبي والوحي؟ إنا إذا لهالكون. وسقط في أيدي الزوجين وهما لا يدريان ما يفعلان، ولم تسكن نفسهما بعض السكون إلا حين انحاز إلى جانب العلي حيث لا يقع فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتزماه لا يبرحانه إلا ماشيين على الأطراف متباعدين عن الوسط. فلما أصبح أبو أيوب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أغمض لنا جفن هذه الليلة، لا أنا ولا أم أيوب. فقال عليه الصلاة والسلام: ومما ذاك يا أبا أيوب؟ قال: ذكرت أني على ظهر بيتي أنت تحته، وأني إذا تحركت تناثر عليك الغبار فآذاك، ثم إني غدوت بينك وبين الوحي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هون عليك يا أبا أيوب، إنه أرفق بنا أن نكون في السر لكثرة من يغشانا من الناس. يا سلام. Very practical.
قال أبو أيوب: فامتثلت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن كانت ليلة باردة فانكسرت لنا جرة وأريق ماؤها في العلية، فقمت إلى الماء أنا وأم أيوب، وليس لنا إلا قطيفة كنا نتخذها لحافا وجعلنا ننشف بها الماء خوفا من أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان الصباح غدوت على رسول الله صلى الله عليه وقلت: بأبي أنت وأمي، إني أكره أن أكون فوقك وأن تكون أسفل مني. ثم قصصت عليه خبر الجرة فاستجاب لي وصعد إلى العلية، ونزلت أنا وأم أيوب إلى السفل. أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أيوب نحو من 7 أشهر حتى تم بناء مسجده في الأرض الخلاء التي بركت فيها الناقة، فانتقل إلى الحجرات التي أقيمت حول المسجد له ولأزواجه، فغدا جارا لأبي أيوب أكرم بهما من متجاورين. طيب، إيش الدروس؟ What can we learn؟ نكمل يعني إن شاء الله بعدين. Can you think of something from the, what we read? طيب، أنا من الأشياء يا أخي، شوف كيف الصحابة رضي الله عنهم تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم لمقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التعظيم لمقام النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نستحضره نحن أيضا. يجب يكون عندنا تعظيم. يا أخي، الغبار يخشى على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نحن اليوم نتجرأ ونتقدم بين يدي الله ورسوله ولا نبالي بسنته صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا التعظيم يجب أن يقوم في القلوب، نابعه الإيمان والحب. طيب، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة كان يدخل بيوت أصحابه ويصلي فيها ويجلس عندهم ويزورهم، هذا شيء يسعد الناس. لذلك زيارة الناس في بيوتها إن كان ناسب يعني هذا جيد. أشوف النبي صلى الله عليه وسلم عملي، قال: أنا يغشاني الناس وكذا، خليني أسفل عشان ما أضيق عليك ولا أضيق عليك وعلي. لكن أبو أيوب صريح وحريص وأخبر: أنا ما رح يهنأ لي بعد وأنت يعني في الأسفل مني. هذه الصراحة جميلة ومفيدة أيضا في التعامل أحيانا، حتى مع الكريم، حتى مع شيخك أو أستاذك، كن صريح وأخبر ما في نفسك. طيب، شوف كيف لطفه لما قال إنها مأمورة، ما يعني ما كسف أحد تقدم إليه ورده، كان النبي لا يريد بيته، بل كأنه يريد أن يكون عندهم جميعا وعند أي واحد منهم كله سواء. هذا من لطف التعامل صلى الله عليه وآله وسلم، والحرص على كسب الناس. في يعني غير هذا، إن شاء الله ننتهي عشان ما نطيل عليكم. اليوم الخميس إن شاء الله نكمل. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم.